دخلنا مساحة وشافنا طرح هذا الموضوع وتقلبنا شوش. أنا في كان لي بيتين وأنا كنت ضد هذا الشغلة بسبب إجابتي تلقونها بالبيتين. أنا قلت أنقد أو أشرة أنقد على عادة الشعار بالامتثال، ولا أنزل الله بها لا من قريب وبعيد. يا أخي همومك ما هي بالشعر والابتهال، روح قولها بالدعاء لا تقولها بالقصيد. محل الدعاء الحقيقي وقت الصلاة اللي هو أسمى من مكان القصيد مراحل عديدة. أنقد على عادة الشعار بالامتثال ولا أنزل الله بها لا من قريب وبعيد. يا أخي همومك ما هي بالشعر والابتهال، روح قولها بالدعاء لا تقولها بالقصيد. طيب عندي تعليق. تفضل. أنا بعد نزل خلاص. أنا قصيدتك حلوة وجدلة، لكن سالفة إنه مثلاً لا تدعي بالقصيد وروح ادعي بالمسجد مثلاً، وهذا بعيد عن الموضوع. هذا هو يكتب من فضله، عرفت شلون؟ أكيد بغض النظر أكيد بروح يدعي بالمسجد ويطلب الله، بس عرفت الشعر خواطر. صدق. خاطره جت طر عليه بيت وقام يكتب. فأنا أشوفه عادي، يعني لو كتب دعاء وإنه هذا شيء طبيعي وعادي. هذا رأي الشخص. هذا رأي القصيدة اللي قبل شوي اللي أعطتكم إياها، يا مطلوب يقول تفزع لي رأي اللي أعطتكم إياها الدعاء. لا بس أنا بسيطة. هو كل إنسان له النهاية له رأي. ربي الحين أعطى رأي، أنا بعطي رأي مثل ما أعطى محمد رأي. شوف أنا من أول كنت حتى أخل عادي، حتى بعض الناس يصور سناب أحيان ويدعي يكتب له دعاء. والله كان يعني كان وجهه نظر يعني احس انها صح. شفت واحد من مصور صوره يكتب له دعاء، اقول هذا احس في نفسي اقول انه منافق، ولا انه ليه يكتب الدعاء؟ لا هو يبغى الدعاء يروح يدعي بالمسجد من المقال الرجال. قال لي واحد لا هذه يمكن من نوع التفكير، يمكن انت يا شفتها تحفظ الدعاء صح، يمكن في قصيد احيان والله بعض القصيد اللي فيه دعاء لله ولا تمجيد لله، بعض الناس يمجد الله ثم يدعي الله صح. هذا انك سبحان الله تفتح لك باب توجه لله سبحانه وتعالى وانت كنت قافل عنه. وفيها قصص كثيره، او اشهر قصه محسن هزاني. يوم محسن هزاني يوم استغاث هو صغار السن، يوم قصه قصيده واستغاث الله قاتل. وفي قصه عقبها سواها في رجل يمكنها معروفه اللي جاه مرض السرطان، ما كان لكم شيء، جاه مرض يقول ما به احد معالجه، ما راح صوب ولا تعافى. يقول جاء الساعه 2 من الليل يكتب قصيده فيها تعظيم لله، فيها يعني حتى ذكر انك جيت موسى وانك جيت يونس وانك يعني الانبياء، معجزات الانبياء كلها ذكرها في القصيده. طلب الله في قصيده بابتهال يعني، بس إن هذا يبدو انه فعلا كاتبها من ضمير، وفي ناس يكتبون من ضمير. المهم انها يقول قال قصيده اخر الليل وطلبها الله، يعني طلب الله بالقصيده هذه. حيلته وقفت حيلته مشهوره القصه، بتكون تعينها في اليوتيوب، بس انا ما بخابر اسم، بس اكتب قصه رأس طرزان بقصيده وبتطلع لك. وقال القصيده عدها ورقد، قال لي ما ادري هو صلى، اكيد ان شاء الله صلى طلب ربه. يقول وشاف الحلم، حتى انه يعني السالفه طويله. المهم ان الله شفاه، حتى انه حس انه فطر في بطنه من الماء. ويوم قام راح عالج حل عند الدكتور قال لك سليم 100% ما بك. سبحان الله العظيم. فبعض قصيده الله يجزيه برك. شوف انا عشان لا تحسب علي، انا اللي اقصده انا ان شاء الله بالمستقبل راح تكون لي قصيده تبجيل لله سبحانه وتعالى، وعسى الله ينفع بقصيدي ان شاء الله بدنياي واخرتي. هذا في الباب الاول. الباب الثاني، انا ماني ضد الابتهال، لكن انا ضده انك مثلا تبدا القصيده يا الله يا رب مثلا يا كريم اني ما انزل برايي من الاسبوع هذا، واني ترى مديون ومثلا، واني انا اشوف ضد ان تدعيها كذا ما في مشكله، لكن تدعيها بالقصيد انا اشوف يعني نفس البيت اللي يقول لك يلا برزق ما حسبنا حسابه ينسي المحتاج وش كان محتاج، يلا برزق ما لحد فيه منه ينسي المحتاج. ايه هذا هو وش كان نفسه. يقول يلا هي اللي ما خشى غير خوف من خوف يا كريم، الله هي اللي ما خشى غير خوف من خوف، لا شريك الله بملكه ولا يحمد سواه ولا يعبد سواه، عالم اللي ما علمه شايف اللي ما نشوف، خافين سره ولا سرار ما هي بتخافاه. على فكره ترى هذه قصتك تأيد كلامي، ضعف ربي ما يرينا غضبه ولا جباه ايه
لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتح حبيب الرزاق من كل اتجاه قصيده فيها بدايه لنقف الباب من الرزق تمجيد لله لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتح لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتح حبيب الرزاق من كل اتجاه على فكره ترى انت الحين كلامك هذا ترى تأييد لي تبجي انك تفجر الله سبحانه وتعالى 3000% يعني عرفت لكن انا اقصد انه الدعاء الدعاء وصالح ماخذ جزء من الصحه يعني الدعاء يعني تقول قصيد كلها دعاء يعني نفس القصيده ذي اللي لا يوم يقول لا انا لو طاري بالي قصيده يا رب السماء ولا راضي اللي على وضوع المخاليق تدري فرج علي من ضيقه قد لها سنين ادري بها لكن ما كني بدري غير ادرج رجلي يسار ويمين لين ضاق بي الكون من ضيق صدري انا عزيز من مورد عزيزي اللي حكيت عليه ظروف الايام بدري مثل كذا يعني ما تأيدها لا لا غير كذا انا بالنسبه لهذه الحالات الاستثنائيه احيانا الحالات الاستثنائيه بكل الامور ممكن يتجاوزون وتقدر عنه وبالنهايه انا وجهه نظر لكن انا اقول انه مثلا في كثير من الاشخاص ينتج هذا المنهج كثر زانك نفسك ما ادري ودي بعض الناس يجي مع خاطره ولا ترى الناس مو مسوي بعض الناس يجي حاله طارئه ولا حاله تقدر تقول ترى الشعار كل شيء يحملهم في ستورهم يا ري ترى ما يظهر مستورهم الا القصيد صح الحين انت ذا الحين عند منشد مشتحن وش تسوي تغني 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 لين انت ترتاح صح ولا لا وين راحت من قران كتاب الله سبحانه وتعالى لكن بعض الاحيان الواحد يقول ما غنى استانس تنفس اروح نعم تغني استانس الشاعر ينكتم 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 ويظهرها في قصيده همومه ويش شكواه لله سبحانه ترى في قصيده مثلا لو يروح مسجد يمكن ما يعرف يقول لي يلا يا رب ارزق لكن في قصيده بيجيبها صح ترى لكم نفس منهج ولا ايش؟ والله ابو احمد مثل اللي يقول ما انت مثل اللي يقول الابيات دي اللي يدور للدروب الطايله فلا يخلي طاعه الله والصلاه واللي فرط في حقوق العائله لا يلحق الشهرها الرابعه وكسرها ما ندري الايام وش قايل لكن الله يزينه مع كل اتجاه. انت تأيد الابيات دي ولا ما تأيدها؟ والله شوف يعني نصيحه هذه كنصيحه انا اذكر حتى في تعليق انا توفط انت الان وكويس انه يعني توافق وجهه نظري مع وجهه نظر سفر الدغيلبي انا توفط انت عليها حلو سفر الدغيلبي اضافوه بالصياهد الاخيره مجلس الصياهد الاخيره وقال انا ما احب القصيد ما احب القصيد دو انك تاخذ دور الواعظ ما احب القصيد تاخذ دور الواعظ انا والله يعني تو قبل دقائق بطنت عليها وجت ببالي عرفت انه يعني ربط المواضيع انه فيه موافقه نوعا ما بيني وبين فكره سفر طبعا انا ايد فكره سفر سفر ما ايد فكرتي حلو عشان الاسبقيه وكبر السن من هذا المنطلق من اللي هذا حلو بس انا استفسار سفر سفر شاعر ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله غني عن التعريف غني عن كلامي وكلام الغير سفر شاعر الكون سفر ما شاء الله حتى أنا حتى يتكلم يعني في التمجيد ويتكلم في الحمد والسبحان وسفر يا أخوي له باع طويل في القصيد والشعر يا أخوي حتى يتفكر الكون ليش سمي شاعر الكون لأن حتى الكون الكون في أحد جاب لي عطني رجال طال عمرك مشهرة حط قصيدة في الكون غير سفر ما يحتاج سفر ما يحتاج مدح ولا يحتاج شاعر هو مو بعازب بس أنا أقول لك أن الرجل شاعب من العمالقة اللي ما شاء الله عليه اللي رجل حتى ذهنيا بعيد حتى في الذهن بعيد الرجل حتى يفكر الرجل انا قد شفت له مقطع في الصياهد يوم ينشدونه وينشدون الرجل يقولوا ما ادري ايش قال وقال انت وش تقول في النجوم ما ادري وش النجوم والمجرات ما مجرات وعطى قصيدته ما شاء الله في النجوم والمجرات حتى الرجل ما شاء الله مبدع وجزل ورجل شرواكم رجل قامة يعني قامة شعرية وغني عن التعريف أنا ما بقول الكلام ذا عشان يعايني ولا يثني ولا ذا بس أنا اللي جاب طريقة ممكن تقول طريقة أنك تأيد طريقة سفر سفر كل بونا نأيده وطريقته والله حلوة في الشعر أنا والله من محبين ومتابعين حتى في قصيدته يوم جاء قصيدة الجار في أحد متى آخر واحد مدح الجار الجار يومه يثني على الجار ما قصدت فيها الآخر قصيدة الله سفر الطغيلبي يومها يقول تعلمت أنا من نبحات طيب الجار قصيدة طويلة يومها قال يقول من ضمن الأبيات اللي يقول يموت البريكي ما تردى ولا بخ أهل برتسن قصيدة عاد طويلة من ضمن اللي جاره دوسري الله الله شفت كيف القصيدة أنت القصيدة ما حط القصيدة للجار وحط معها السالفة السالفة الكون وما الكون الرجل حتى في المدح لا جاي يمدح أول ما يبدأ فيه إيش اسمه تعظيم الكون وتعظيم الله سبحانه عز وجل فالرجل ما شاء الله مبدع جدا هذا اللي حبيته بس كان عندك تعليق أول اللي
احنا تاخرنا عليك شوي. الشيخ عايض القرني شيخ علامه الله يطول بعمره، شاعر معروف له قصايد يوم هي وجهه نظرك كيف كل الله وجهه نظر، بس له قصايد يطلب بعد الله فيها. كفو يا فارس، نغير لكم الموضوع. ايه غير. خليج السلطان، ايش رايكم بالفعاليه اللي قبل يومين؟ عليك ايش؟ المسرح دي لا كان موجود. ايه هي زينه. ابدا انا اشوف قبل. لا خليج السلطان، سلطان طلبه مني امس وقلت يا ولد والله ان اليوم ما لي خلق. خلاص خليه بعد الفجر اسيم وزي احاول. لا بعد الفجر انا عندي مشروع. طيب ما يمشي، بس عليك حاجه. عطاني الشعر ذاك من الشعر، طرقوا الموضوع ما وقفت بقى اتعلم منكم واخذ منكم الفائده. وبس بقى بدلوي معكم. الشاعر يوصل رسالة، هذا هو الشاعر، والمنشد يوصل رسالة، وكل يوصل رسالته في هذا الزمان والمجتمع. لكن بتقول أنت الشعراء اللي يتكلمون واللي يشكي حالة في قصيدة عقلتها، هي طول السلام من باب موعظة أو من باب تجارب في الحياة أو من باب أن أطلب من الله زين، شفت ولا لا؟ وفي ناس تنصح بقصايد. أنا مثل واحد يسولف علي يقول والله إني في بيت قديم هو لكن غير حياتي كلها، يقول سمعت غير حياتي كلها، يقول وخير منها ركعتين من بالاسحار. لا طاب نومل حياتي خساره تركي بن حميد. تركي بن حميد يقول البيت هذا، يقول سبحان الله كانك حادثني فيه حد، يقول اصحى، يقول غير حياتي تغيير 180 درجه. فهذه الرسائل اللي يوصلونها الشعراء زي كذا. ايه ايش ميزه الشاعر؟ الله يسلمك من النار، كل امين. اللهم امين والجميع. ميزه الشاعر يمتاز بحاجه، مهمه اننا لا من ضقنا وباقي الواحد تلقاه يتشكى، اكيد انه اللي يصلي يصلي ويشكي الرب هذه ما تهمنها. تلقاه يشكي رفيجه، يشكي اللي عنده، انا ترى يا رفيجي كذا وانا كذا وانا خاطري كذا وانا تعبان وانا اعاني وانا اعاني، صح ولا لا؟ بعضهم من الشعراء لا يشرح قصته وحالته في قصيده. يعبر ما في خاطر في قصيده، ما يجي فلان يرتجل بالقصيده. يكتب قصيده ويشلها المنشد او يقدر هو يشلها بنفسه. فالشاعر انا والله اني حاسد الشاعر على الميزه دي. اي شاعر انا حاسته، انا ودي اني شاعر، انا اكتب الشعر واكسر، وانا اني بشاعر ولا اني بعد عمري، لكن اكتب واكسر، ودي اني شاعر متقن الشعر جدا مثل الشعراء اللي لهم قامه ولهم تقدير واحترام. عشان لقيت انا اعبر، ما اعبر الا في القصيد، ما اعبر في الكلام، انا خاطري ترى كذا، انا تراني ضايق من فلان، وانا تراني تعبان من ذا، ودي اكتب في القصيد، ودي اعبر، اجيب له ورقه صحيفه كبيره مثل ذيك الصحيفه الكبيره، واكتب فيها واكتب فيها واكتب فيها الين خاطري ما عاد يبقى فيه. هذا اللي حبيت والله. شوف تسمح لي طالعك بصوت علي، تسمح لي اليوم جمعه لبيه ابوك، تسمح لي؟ لا ترى علي ابيات لحمد السعيد وخالد كويتي، بما ان اليوم جمعه، يقول لا صرت نايم ولا صليت هالجمعه. لا ما ابي. يقول لا صرت نايم ولا صليت هالجمعه، عزي لحالك وعزي عنك يا مسلم، الناس في طاعه الرحمن مجتمعه وانت تتقلب مع شيطانك وتحلم. الله اكبر. ابن ابو خالد حمد السعيد. ماذا صلاه الجمعه نذكر بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم عليه وسوره الكهف. اليوم صلاه الجمعه ان شاء الله باذن الله. هنا ان شاء الله. ولا بيجوا لنا باص ونروح بكيفهم عاد. احنا مستعدين لو نروح مشي لاقرب جامع. لا بنصلي ان شاء الله. لابد قبل نطلع بدري، عقب نصلي الفجر نمشي ذي حليب. 10 10 اقول لك 10 الصبح. لا والله 12 ما يمدينا نصلي. اقرب الديره. نمساضة. الله كان يطلعون عقب صلاه الفجر نمشي يمكن. لا انا عشان نوصل بدري يعني على طول، انا المسافه طويله. وين تروح؟ لبيه قريب. انا والله ودي نسوي فقره كذا بكيفك. انا بروح الربع ذوليك، عندي وقفه خاطر معهم. ابد ابد. شفت ودي اخلصها قبل الفجر. حاول اتفاهم معهم لكن بدون مد اليد. انا وصيتك والله. شوف انا مو وعدكم شيء، الوعد البطن يربط ولا هي بالشكات. شفت لكن اسال الله المشرف لكن بروح اتفاهم معهم واجيكم ان شاء الله. انا جبت جلد.